الجميع يفاجئ الجميع ويتمكن من افتتاح باب التسجيل. يتمكن من افتتاح باب التسجيل بعد كرة كانت تبدو عادية وليست خطيرة، لكن نفذت بطريقة مثالية. غربي يستفيد من هذه الوضعية وهذه الكرة. شوف تنفيذ الكرة مباشرة إلى غربي. صبري يصعد رأسية خلفية يسجل ويوقع الهدف الأول لفريق مولودية طهران. شوف غربي تقريبا وحيد في موقع مناسب جدا. غربي صبري إذن يصعد فوق الجميع ويفتتح باب التسجيل. إذن هدف، فرصة ثمينة، فرصة هدف ثاني لمولودية طهران ضيع، لكن الهجمات والحملات تتواصل والهدف الثاني هذه المرة من طييبة. الطييبة يتمكن من توقيع الهدف الثاني في هذه الدقيقة 17. صعوبات كبيرة يوجد دفاع الشبيبة ومستوى متميز للاعبي مولودية طهران الذين يتمكنون من إضافة هدف ثاني بعد مرور 17 دقيقة ومهمة صعبة وصعبة وصعبة بالنسبة لشبيبة القبائل. مولودية طهران بعد مرور 17 دقيقة تؤكد أنها تسافر جيدا. شوف كرة مرت من أمام الجميع، متابعة جيدة للطيبة الذي يضيف الهدف الثاني في هذه الدقيقة 17 بهذه الطريقة والكيفية. صعود مكاوي لمؤازرة ومساندة الرفقاء والتمريرة دقيقة على الجهة اليسرى. طيبة بكل سهولة يوقع الهدف الثاني لفريق مولودية طهران. هدف كرة لمولودية طهران من هناك، تمريرة ذكية إلى التماس. حتى الآن عناصر مولودية طهران ناجحين في تسيير مجريات المرحلة الثانية لمر منها 14 دقيقة. فريفر والهدف الثالث، فريفر والهدف الثالث في لحظة نقدر نقول نقص تركيز. فريفر يتابع جيدا هذه اللقطة ويضيف الهدف الثالث لفريق مولودية طهران. فريفر استغل هذه الوضعية استغلالا أمثلا جيدا مناسبا مضيفا الهدف الثالث لفريق مولودية طهران. شوف محاولة المراوغة ثم التمرير، ثلاث مدافعين، فريفر في وضعية مناسبة جدا بكل سهولة يسجل الهدف الثالث لفريق مولودية طهران بعد المراوغة الجيدة من طيبة. فريفر تابع هذه الكرة بطريقة ممتازة وتمكن. شوف الدفاع، دفاع الشبيبة متواضع جدا خاصة في هذه اللقطة، وفريفر يتابع بطريقة جيدة ويضيف الهدف الثالث. 3-0 ليت عدد كبير من لاعبي مولودية طهران وشبيبة القبائل القائمة. الأول مرت من أمام الجميع والهدف الأول، مرت من أمام الجميع والهدف الأول لشبيبة القبائل في هذه الدقيقة 64. الكل كان يتفرج على هذه اللقطة. شوف تمريرة تافهة مرت من أمام الجميع، جعبوط كان لوحده يتمكن من تقليص الفارق 3-1 لصالح دائما مولودية وهران أمام شبيبة القبائل. جعبوط إذن يقلص الفارق. مخالفة، يتدخل الحكم ويقول مخالفة لفائدة شبيبة القبائل. تنفذ بسرعة دائما للشبيبة على الجهة اليمنى. محاولات تتعدد من جانب الشبيبة، تغطية الكرة، غربي يتدخل في هذه الكرة، تعود للشبيبة من هناك على الجهة اليسرى. من علجية يمرر، ريح يطو، محاصر يطو ينجح في تمرير الكرة، لكن مكاوي وتغيير من جانب فريق مولودية طهران. شوف لقطة الهدف من جعبوط. كرة من هناك، ناطي اشميت مكاش من الكرة، جعبوط الهدف الثاني.
جعباط يتمكن من الهدف الثاني، من تسجيل هدف ثاني بعد خطأ كبير مرتكب من دفاع مولودية وهران. جعباط يوقع الهدف الثاني. شوف اللقطة، تمرير الكرة في هذه اللحظة وناتاش ما يتمكنش منها. جابوت يضيف الهدف الثاني في هذه اللحظات. تجعبوط أو الحارس ناتاش رغم وصوله على هذه الكرة لكن لم يتمكن منه. 3-2 في هذه الأثناء لفائدة فريق مولودية وهران أمام شبيبة. وفق حتى الآن من معز بوعكاز. شوف حتى التوغل داخل المنطقة هو لإرغام المدافع لارتكاب الخطأ ودفعه لارتكاب الخطأ، وحرارة بدنية طبعا كبيرة يتمتع بها البديل تومي مكنته من الحصول على ضربة جزاء في وقت مناسب جدا. غربي يتأهب، يتقدم، يسدد، يضيع. يضيع فرصة ثمينة على مولودية وهران قد تكون منعرج هذه المباراة والمعنوية للاعبي شبيبة القبائل. كرة للاعبي الشبيبة يطو. رايح. باسينيسا. راسية وهدف التعادل. وهدف التعادل لشبيبة القبائل. شبيبة القبائل في هذه الدقيقة 88. أين كانت الشبيبة وأين وصلت؟ أين كانت فريق أو كان فريق مولودية وهران وأين أصبح؟ قلت مباراة مثيرة 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 مثيرة. جعبوط يتمكن من إمضاء وتوقيع الثلاثية بعد هذه التمريرة. شوف جعبوط انتظر هذه الكرة ووقع الهدف الثالث. جعبوط يتألق من جانب الشبيبة الذي من جانب شبيبة القبائل يعيد شبيبة